بسم الله الرحمن الرحيم. حد يقدر يقول لي ايه العلاقة ما بين دول؟ بالظبط، اسامح حد بيقول السوفت وير. تمام كده، فعلا كل دول فيهم سوفت وير. يعني طيارة بوينج اللي قدامك فوق على اليمين ديت فيها اكتر من 6 مليون 7 مليون كود، لاين اوف كود. والعربية الفورد الجي تي الاخيرة دي فيها حوالي 10 مليون كود. طبعا مش محتاج اقول ان البنك فيه اكواد قد ايه، ولا الطيارة جيت ايربلان وكاندي كراش كلنا عارفينها، هي سوفت وير بيور، والويب بتاعنا كله بيور سوفت وير، وانا بكلمكم من خلال سوفت وير وبتتفرجوا دلوقتي من خلال سوفت وير. سوفت وير انجينيرنج هو دلوقتي اللي بيقود. يعني مفيش حاجة في حياتنا اصبحت من غير سوفت وير، حتى منظمات بتتحط جوه القلب وبتتحط في اماكن حساسة جدا في الجسم بتنظم حركة حياتك، بقت سوفت وير انجينيرنج. ورا السوفت وير انجينير مصطفى جمال، مش محتاج اعرفكم بنفسي تاني انا مين. تعرفتوا عليا في سلايدز قبل كده، خلينا نخش في الموضوع لانه موضوع عميق المره دي، وتعالوا نبدا مع بعض. انا اللي انا بشرحه لكم دوت هو جزء من محاضره، المحاضره ديت اتعملت في جامعه حلوان، وعملتها من جوه سك، كمحاضر في سك من خلال شغلي داخل سك كونسلتنت. طيب، يعني السوفت وير انجينيرنج المحاضره ديت ليه اتعملت في جامعه حلوان؟ لان انا صراحه بستهدف بيها الطلبه، لان الطلبه بيشوفوا السوفت وير انجينيرنج ده كانه حاجه صعبه وماده رخمه ومرعبه. عشان كده اول كلمه بقولها واللي انا بستهدف وبقولها انا، يعني كل الناس ممكن تستفيد طبعا، لان في سوفت وير انجينيرز نسيوا يعني ايه سوفت وير انجينيرنج. الطلبه بتشوف الموضوع دوت مرعب وصعب. انا بقول، فانا جاي اكلمك النهارده، وحتى قلت الجمله دي بتوع جامعه حلوان، احنا شغالين في سك نعمل ايه؟ انتوا بعد ما تطلعوا للسوق، انتوا بتكرهوا المادة دي فكنتوا عايزين تنجحوا فيها، خلصتوا الامتحان تطلعوا للسوق تاخدوا شوية خبرة، تكتشفوا ان انتوا محتاجين المادة دي جدا، بعد شوية الخبرة طول تقوم ترجعوا لنا تاني عشان تاخدوا الحاجات بتاعت السوفت وير انجينيرنج جوه سك. كلنا شايلين هم السوفت وير انجينيرنج، اللي يقول صباح الملل في المحاضره والناس خلاص بقى عايزه تنام، واحد يقول انا سهل دخلت القسم دوت وحاجه يعني، وصحيني لما تخلص، وكل شويه برامج وقرفنا في عشتنا. طب تعالوا نعرف السوفت وير انجينيرنج هي ايه. السوفت وير انجينيرنج بيقول لك ايه، السوفت وير انجينير اللي هو اعتقد معظم اللي بيشوفني دلوقتي بيشتغلوا في بوزيشن ليه علاقه بالسوفت وير انجينيرنج، is a licensed professional engineer who is schooled and skilled in the application of engineering discipline to the creation of software. هو واحد معاه license كبروفيشنال انجينير، بس شغال بيتعلم بالظبط creation بتاع السوفت وير. طيب الموضوع بس بالبساطه دي؟ لا، ده الموضوع في القانون الامريكي يعتبر ادعائك بانك سوفت وير انجينير من غير ما تكون حاصل على شهاده معتمده من احد الجامعات بدرجه كويسه يعد ذلك خرقا للقانون. يبقى كلمه سوفت وير انجينير خطيره. طب هي خطيرة ليه؟ ليه كل ده؟ ليه الرعب ده؟ طب ما في بروجرامرز كتير جدا، ليه كلمة سوفت وير انجينير بمنتهى الخطورة دي؟ تعالوا نشوف ليه كلمة سوفت وير انجينير خطيرة جدا جدا ولابد يتعامل بهذا الشكل، كلمة بروجرامر غير كلمة سوفت وير انجينير. ادي جهاز ثيرابي بيعالج بالراديشن، نتج عنه ايه؟ نتج عنه 100 حالة وفاة. من 5 ل 21 حالة وفاة بجرعة 100 ضعف الجرعة الاعتيادية اللي المفروض تدخل للمريض، تسببت في قتله. الكلام ده بسبب ايه؟ بج في السوفت وير بتاعة الجهاز ده. بج. ايه البجز البسيطة دي؟ البجز البسيطة دي. يمكن الناس بتاعتنا هتقول احنا ما بنشتغلش في النوع دوت من الابلكيشنز، وان كنت قابلت كتير وبتعامل مع مستشفيات وبنعمل لها كونسلتيشن، لكن تعال نبص لحادثة زي دي. الحادثة دي هي حادثة حصلت للأسف الشديد في أحد المستشفيات، مش لازم أذكر الدولة ومش لازم أذكر فين بالظبط، بس الحادثة دي حصل إن بسبب مش عارف إيه نوع الإهمال اللي حصل. المهم إن في بج في السيستم اتسببت في البرنامج المخازن بتاع أكياس الدم، اتسببت في إن أكياس الدم المصابة اتحطت مع أكياس الدم السليمة. الغلطة مش غلطة العمال ولا غلطة بتوع تخزين الدم اللي هي تلاجات الدم ولا غلطة أي حد من دول، الغلطة كانت غلطة سوفت وير.
فبقى لما بيجي يطلع الدم، الدم دوت عليه باركود. الباركود ده فايدته ايه؟ ان هو داخل بعد ما يحصل عليه اناليسيس، بعد ما يحصل عليه التحليل بتاعه، فبيتحط في الثلاجه وبيتقري الباركود، ولما بيتقري الباركود بيتخش على السيستم ان الدم ده كويس ولا لا، والسيستم بيقول له يحطه فين جوه الايه؟ جوه الثلاجه. اللي حصل ان الدم كان بيتحط جوه الثلاجه، يجي بعد كده لما حد يكون عايز تبرع فبيحصل ايه؟ بنخش نشوف احنا عايزين دم فصيل بي سليم، فبيتقال له للشخص اللي هياخد من فين جوه الثلاجه. للأسف الشديد السيستم كان فيه أخطاء تسبب في إن دم فاسد اختلط مع دم سليم، وناس أخدت دم فيه فيروسات واتصابت بفيروسات شديدة الخطورة، فيروسات منها فيروس سي نسأل الله العافية منه، فيروس الكبد سي. الموضوع تسبب في إصابة ما لا يقل عن 20 إلى 25 حالة لحد ما تم اكتشافه. غلطة خطيرة جدا بتودي بحياة، والغلطة ديت كانت من مبرمجين برضو عاديين زي الناس بتعمل الهير برمجين اللي هم بيعملوا سيستمز المستشفيات. كلمة بج في منتهى الخطورة وممكن تودي بحياة، اللي بيشتغل في السوفت وير ده ممكن يودي بحياة، زي ما اللي بيبني عمارة ممكن يودي بحياة. أنا مش هكلمكم عن صاروخ كم صاروخ انفجر بسبب بج في السيستم، لكن أدي طيارة، دي تجربة مثل، وأدي طيارة أهي، طيارة حربية. بج في نظام الملاحة، عرفت بقى خطورة عملك كسوفت وير انجينير؟ طيب عشان كده نقدر نفرق ما بين السوفت وير انجينير والبروجرامر ايه؟ ان البروجرامر كرييتس ذا كودز ذات ميك ا بروجرام ران، بيكتب الكود اللي يخلي البرنامج يشتغل، لكن السوفت وير انجينير هو مسؤول عن السيستم كله، كرييتس ذا ديزاينز ذا بروجرامر امبلمنتس. لازم نعرف ان كل software engineer is a programmer، بس مش كل programmer is a software engineer. الحلقات اللي جايه ان شاء الله، وهنعمل الحلقتين جايين ان شاء الله، هتكون بتتكلم عن ايه بالظبط المطلوب، ايه وظيفتك كsoftware engineer، ايه responsibilities اللي عليك، job description كامل، لان انا قابلت شركات كتير جدا عندها programmers ومش عارفين يكتبوا job description للsoftware engineer. انا ده مجرد sample job description للsoftware engineer عشان تعرف انت مطلوب منك ايه كsoftware engineer داخل اي شركه، وبعد كده هتكلم عن ايه اللي المفروض تتعلمه كسوفت وير انجينير. اشوفكم في الحلقات الجايه، مع السلامه. ما تنساش صحيح تعمل سبسكرايب او لايك او تشير برضو مع اصحابك. مع السلامه.